السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نستعرض لكم مسدسين مختلفين. طبعا مسدسين مختلفين خرز. المسدس الأول يجي يعني مشابه بشكل الرشاش طبعا. طبعا طلقته قوية جدا يعني صراحة. راح نستعرض لكم طلقته وكيف إنه يقدر يخرج الورق بسهولة يعني. المهم هذا شكله كذا يعني يوضع المخزن اللي في داخله أو المخزن المخصص له. طبعا جبت خرز وضعته فيه. طبعا الفيديو هذا عبارة عن استعراض المنتج، ما راح أحط رابطه يعني. يعني أتوقع إن لأن يعني عندنا بالمملكة العربية السعودية ممنوع شوي يعني هذه تشتريها من يعني الأسواق التقليدية. طبعا أنا شريتها من حراج، يعني أتوقع قيمتها ما أدري 35 أو 45 أو شيء زي كذا. هذا المهم وضعت الخرز فيه، ثم وضعت المخزن داخل السدس، ثم كذا طريقة تعشيقة. هنا نخرج. راح الآن نستعرض لكم الورق ونشوف مدى يعني شوف شلون اخترق الورق بكل سهولة. نجرب مرة أخرى، شوفون كما تلاحظون اخترق الورق بكل سهولة قوة. طبعا هنا مصور من زوايا مختلفة، بس يعني أنا حاب إني أوريكم إياها. طبعا يعني تحذير على المنتجات هذه، ما يمتلكها إلا أشخاص يعني بالغين أو يعرفون يتصرفون فيها. أنا هذا النوع الثاني من مسدسات الخرز، وهو يجي صغير بالشكل هذا، سعره أتوقع ب35 ريال، ويعني يمشي الحال. يعني من عيوبه ان ما تقدر تضع الا يعني خرزة واحدة بس فقط، وهو يعني يأتي كذا بشكل هذا صغير. طبعا الجودة ما اختبرت الجودة، لاني يعني بس مجرد استعراض للمنتجات، يعني انا حاب اني استعرض فيها. هنا الكرتونة او الصندوق حقها، طبعا يعني يمشي الحال لكنه يخترق الورق، لكن المسدس الاول اقوى منه، يعني اقوى منه اختراقا. يعني الان راح نجرب خرز الجيب. طبعا ما طلعت معنا بشكل مضبوط، حاول نطلع خرزة واحدة. يلا ايوه طلعت. المهم طبعا نضع الخرز بشكل هذا اللي امامكم، نضع من فوهة او سبطانة المسدس، ثم نطلق طلقة عادية يعني. ويعني وهكذا لازم نلقمها بكل مرة، نلقمها في يعني او نحط الخرزة داخل السبطانة بشكل هذا على كل طلقة. يعني هذا عيب يعني صراحة، يعني ليش ما يكون له مخزن خاص يعني ندخل فيه الرصاص او الخرز يعني. وهكذا يلا نعبي زي كذا. وبهذا القدر نصل الى نهاية هذا الفيديو. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.